بلدية حي الأندلس، لوحظ تفاقم الوضع الوبائي داخل البلدية وزيادة ملحوظة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا. احنا اليوم طلبنا ان احنا نديروا مؤتمر صحفي عشان نوضحوا الصورة الكاملة للي قاعد يحدث داخل بلدية حي الأندلس. احنا اليوم وصلنا في مرحلة الخطر في بلدية حي الأندلس، انتشار الوباء، عدم القدرة على الاحتواء، عدم القدرة على الرصد والتقصي أكثر من في الأيام الجاية. هذه طبعا بناء عليها ترتبت عليه الكلام هذا عوامل عدة، أول العوامل العراقيل اللي قاعدة تواجه في عمل البلديات وفرق الرصد واللجان الفنية الاستشارية الطبية. عندنا عراقيل يعني المفروض ما تكونش في الأزمة هذه، بس احنا عارفين عمل اللي قاعد يصير سواء من مركز الوطني سواء من الجهات سواء من وزارة الصحة، في تقصير واضح 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 جدا، عدم التعامل والتسهيل لفرق الرصد داخل المركز الوطني، عدم التعامل معنا من وزارة الصحة ومن جهات المعنية بهالكلام هذايا ان احنا ان كيف نتعاملوا حتى مع الحالات اللي عندنا. احنا اغلب الحالات بالواسطات وبالعلاقات الشخصية باش تدور وين تحطها وتدور وين، مش ما عندناش مراكز عزل. تم إقامة مركز عزل داخل بلدية حي الأندلس وبدون علم البلدية، وهذا إن شاء الله اليوم للعلم ليكون المعلومة لدى الجميع. احنا خاطبنا فيه وزارة الصحة وخاطبنا غيره، إن شاء الله اليوم هذا المركز هذا حنمشوا احنا البلدية ونحطوا عليه وضع اليد، أبى من أبى وشاء ورفض من رفض، مش موضوعنا هذا وشاء من شاء. ما دام احنا بلديتنا احنا اليوم ندق ناقوس الخطر من بلدية حي الأندلس، الموضوع أصبح خطير جدا، الموضوع طلع من السيطرة. احنا كبلدية وفرق رصد ولجنة استجابة ولجنة الاستشارية نعلن عجزنا على احتواء المرض هذا وتفشيه داخل بلديتنا، ونحمل المسؤولية للجهات اللي تختص بهالكلام هذا من اللجنة العليا إلى وزارة الصحة إلى المركز الوطني لعدم التعامل مع وتسهيل الخدمات وتسهيل الإجراءات لبلدية حي الأندلس وغيرها من البلديات. نحملوهم اليوم المسؤولية التامة، تفشي وباء كورونا في بلدية حي الأندلس تتحمل وزره الجهات هدية. تم فتح مركز عزل داخل بلديتنا بدون علم البلدية، تم استضافة عايدين من السفر، وهذا اللي زاد فاقم الموضوع داخل البلدية وبدون علم البلدية، وهذا في مخاطبات واحتجاجات على الكلام هذا ان كيف يقام داخل بلديتنا بدون علم البلدية، لكن لم نجد أذان صاغية عليه. اليوم من مكاننا هذا نعلن حالة الخطر داخل بلديتنا، نعلن النفير العام، ندق نواقيس الخطر. بلدية حي الأندلس صاير فيها تفشي خطير جدا، وزي ما قلنا احنا كبلدية والفرق العاملة معاه وفرق الرصد رانا معاش عندنا إمكانية لاحتواء هذا المرض، وهذا يعتبر نداء إغاثة لأي جهة تتحمل المسؤولية معنا.